تنقدم لكم السيد اللي سيري صبغ. السلام عليكم. عليكم السلام. كدير لاباس؟ السلام عليكم خوتي خواتاتي، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين لاباس وتكونوا بصحه جيده. شوفوا راه التبسيمه في وجهي حتى شفت الدار وشفت الوالدين، ومع دابا راني في بلادي ضربني الريح، وقد ما درتو وقد ما مشينا وقد ما في ما مشينا بلادك بلادك ودوارك دوارك، وخاتك بنت المدينه راه تبغي تجي للمدينه، والعروبيه راه نجي لبلادي. واش غنقول لكم؟ الحمد لله، التحيه للمدينه والتحيه للعروبيه والتحيه لكم من العالم العالم ومن طنجه للقويره. وها بنت خويا، قولي السلام عليكم. سلمي. السلام عليكم. كديره؟ كديرين لاباس، كلشي لاباس، كلشي مزيان، كلشي مزيان. وتهلاو في عمتي ديروا لها لايك. تهلاو في عمتي ديروا لها لايك. دابا عمتك في عديك؟ ها؟ في عديك عمتك؟ المدينه. عرش المدينه؟ ها. وفرحانه؟ ها. هاي 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 هاي. الزيونات اخايتي دير، ما خليتهاش، خليت خويا انا يلاه خليته باقي كاع متجوج، والحمد لله هو مسكين. جيت لقيت والدته ووليداته الله يخليهم لي، وبنيته وبنيته الاخرى مركبها امها. وانتم اخوتي دابا انا حدا الفرينه ديالنا، يعني حدا هذيك الفرينه اللي بناها لنا الوالد، تنمشي تما ونصور لكم. قالت لك شدي لي، نشد لك انا الصاك، هي بغات تركب الشكاره. تسني امير. ايوا اخوتي دابا نمشيو انا وخويا ومرت خويا وبنيات خويا جوج، وبغيت نمشي معاهم للمدينه ندور شويه، نقضوا شويه مقيديه ونقضوا شي حاجه ونشرو شي حاجه، ونشريت لمرت خويا شي حاجه. وحنا غاديين، حنا معاكم، اي حاجه درناها احنا معاكم. ونشوت انا نفوج معاهم ساكن، حيت مرت خويا يعني اول مره جيت، اول مره لقيتها، أو اول مره استقبلت مرت خويا، يعني ضروري خاصني باش ما كتب الله انا نعطيها النحيله ديالها الجواج ديال مبارك لها في الجواج ديال خويا. سكينه زاد ضحك. ايوا الحمد لله، وهاني معاكم اخوتي وانتم معايا، وشكرا لكم لحفظكم انتم العبديه هي والتحنيكه والحمد لله. ودابا هانتوما الدنيا عندنا كي دايره هنايا، المدينه راه ماشي بعيده منا، راه قريبه. انتم المدينه ها راه قريبه، يعني نشدوا عامل هذاك الشانطي ونشدوا طاكسي وصلنا للمدينه. حنا ماشي بعادي من المدينه، يعني المدينه راه فينا وحنا ها هنا فينا، ولكن تنتسناو من الناس البوادي. والتحيه للباديه، الباديه اختي زينه، عرفتي هاد الريح اللي تيضرب دابا والطبيعه اللي تضرب دابا غزاله. تحيه للمدينه والتحيه للعروبيه، شكرا لكم والله يحفظكم. ولا عجبوكم الفيديوهات كتبوا للعبديه نزهه وجميله اختها في الغربه. وهاني معاكم اخوتي وانتم معايا. وزيدي يا اميره، ويلي الاميره، امتى غنمشيو للمدينه؟ امتى غنمشيو؟ خصنا نمشيو دابا. يلا زيد، واحنا غاديين اخوتي، يلا نمشيو. ودابا غنشارك مع نزيد الكاميرا، ندير الكاميرا اللي من بع اللي تبين كل شيء. وهاني معاكم انا تنبين لكم اخوتي. هذه هي عبده بلادي، تنقول لكم انا راني من عبده، اقليم اسافي. هنا فين تربيت، وهاد الفرينه هاي فينا هي، خدمت فيها تعيت مع الوالد الله يرحمه مسكين، ومع خوتي. واخا الوالد كان عندنا صباغ، ولكن خوتي كانوا حريفيه ديال الصباغه وحريفيه ديال القرموط، تيصوبوا القرموط. وكان الوالد الله يرحمه مسكين كان تيخدم في الصباغه في الدار بيضاء، وتيجي وبنى الوليدات مساكن هاد الفرينه فين يتجمعوا، مع حقاش كان يخدموها عند الناس. اما هذاك الشيء الاخر اللي منا من الهيره تاع الناس تاع المدينه، واحد الراجل قلم الرباط ولا ما عرفت مين، تحيه الرباطيين، تحيه للعالم كله. هذا مشايري صغير على قد الحال، لحقاش خويا مسكين على قد الحال، مكرفس هنايا. الحمد لله
الحمد لله. من هنا مسكين تيعيش هاد البلاصه، راه كبرنا احنا من عشنا منها. اني تنوصل تمو عنعاود لكم شنو كاين. هانتوما خويا، ها هو فينا هو تيتسينا تيتسينا باش يركبنا في الشانطي عاد يمشي. ما يمشيش يخلينا، عايز بنته يديها معاه. وسلم افهم. السلام عليكم، كديرين؟ بخير لاباس؟ كلشي مزيان؟ كلشي مزيان، يكون بخير الحمد لله. اللهم لك الحمد. وانتم كما قلت لكم خويا راه عيدي خويا عيدي بنته. محمد نسولك، شحال بعيده تحولت بعيده المدينه منا؟ 5 كيلومتر. شحال؟ 5 ولات بعيده منا المدينه ب 5 كيلومتر. 5 كانت 7 ولات 6 دابا ولات 5. راه قلت لكم اخوتي حنايا راه اقليم اسافي. سوي ستاسيون، سوي ستاسيون. وهذا الشيء راه كاع ما خليته اخويا يمشي يدي بنته معاه في الموتور، وانا ومرت خويا غنمشيو راكبين في الطاكسي وبنيتو الصغيره. وتبارك الله وصل عن بهذا الشيء راه كبر. ها انتم العوده. ودابا غنطفي الكاميرا وغنمشي اخوتي نرشدو الطاكسي ونمشوا لاسفي، وها حنا معاكم في اسفي. ودابا تنتسناو في الطاكسي يدينا. ها انتوما استراسيون الشانطي 6 كيلومتر، يعني ما بعيدينش. ودابا راه هاد البلاصه شوفي تبارك الله استراسيون هنايا تاع المازوت افريقي. هادي وشناهي؟ الشاه هذا الشاه. هو هاد الشيء تبارك الله. ولا طريق كتخرج اسفي لوطوروط دار بيضاء جديده. حنا ولات عندنا هاد الطريق هادي دار تدي لدار القيد السعيسه لوطوروط، ولات تدي لاطوروط. لاطوروط اشناهي؟ تدي هذه هاد لاطور في ولادي؟ هذه الطريق تدي ديرك لهنا قصد لوطوروط صعادلة جديدة دار بيضاء. دار بيضاء لوطوروط غادية وحدة هذيك يعني الشانطي ولا يدي تا هي دخلت لوطوروط هذي. راه نعاود تبارك الله هاد الشيء راه كاع ما كان عندنا، راه ملي مشيت دابا 11 عام هذي راه ما خليتش هاد الشيء تبارك الله، ولكن كلشي مزيان. اسفي راه معروف واحد فرينا فرداية راه فينا راه تشوفها بنايا. ايوا خوتي هاد الشيء ديرو فخارة. هادي ديرو فخارة. مازال ندير لكم شوفوا خوتي، راه كنت بغيت نصور معاكم في تيخدموا خوتي وفين من عشنا ومن كبرنا ومن عيشونا خوتي والوالد الله يرحمه مسكين. ولكن احنا غادي للمدينة عايز تاخذ لنا وقت قدي الغدا ان شاء الله، ونجي للفخار ديال خوتي ونوريكم هاد الحريفه اللي شويه مسكينه ضعافت وضعيفه ونشاركها معاكم خاص بها. شكرا لكم الله يحفظكم. ودابا غنمشي نشي الطاكسي ونمشيو لاسفير اخويا تيتسنى. هادي شارع الرباط، دابا حنا غادي لباب الشعبة. شحال قال لك؟ 2400 البرارد قال لك برارد زوينين قال لك 2400. يلا خوتي دابا حنا وصلنا لشارع الرباط في اسفي. سمحوا لي راه حتىش ما نصورش بزاف لحقاش تعرفوا المدينه. اسفي
جماد جماد زوينين، هادشي تيشروه من الدار البيضاء وتيجيبوه. غرف راه خويا في غادي راه شوي تبارك الله هادو شحال الطبيقات طبيقات صغار هاد الطبيقات صغار شحال ها واعرج 360 حنايا في باب الشعبة هذه باب الشعبة اسفي فخار تبارك الله الجلالب وداك الشيء سمحوا لي مثلا ندويش اخوتي راه كاينين الناس وكاين هذا شو مزيناتهم هاد الشيء تاع لا يلا اخوتي دابا هاني في باب الشعبة هذا اسفي اسفي راه معروف بالفخار ومعروف بهذا الشيء ديال الصنعة القديمة وداك الشيء يعني اسفي راه تكتبوا اسفي يطلع لكم كل شيء وهذا الشيء راه اللي تنبين لك خابية تاع الماء وداك الشيء راه شفتوا اما راه كاين ثاني داك الديكور المزوق كاين شلامة كاين واسفي راه معروف راه معروف في العالم في العالم راه معروف اسفي البرات تاع الماء اللي تيصفي يمكن لك تباني لا ها هاد السيده عتعاود لكم انا بنت البلاد ولا كاين الناس اللي هما اللي معروفين السلام عليكم ولا لا كدير لاباس كل شيء مزيان واه شريت معكم من هنا مرحبا يلا اختي عاودي علينا على هاد السخر لورتي البراده معلومات فخار البراده هاد البراده صناعه تقليديه صناعه تقليديه مزيانه كتصفي الماء ديال التصفيه ديال الماء ما كيتبقاش في الماء داك التختو بحال قولي تدي تحيد داك الكالكير وداك الكالكير كيحيد تيحيد الماء كيولي الماء حي يولي هاك وزيدون الشريب ديال الماء في الطين راه معروف احسن حاجه وخصوصا اللي كان مديور بداك القطره الله يعطيك الصحه انا بنت القطره انا القطره اخوتي انا كنت ناكلو حنا راه قلنا راه ديما تنقول لكم حنا راه مالين الطين والحمد لله تبارك الله عليك تبارك الله عليك اختي الله يحفظك مرحبا بخوتي يا الله اخوتي غنمشي عند هذاك السيد مول عندك بنتك طيح شي حاجه ضروري وانتم اخوتي باش تنقول لكم حنا ناس اسفي تقول لي العبديات حنا ناس اسفي الحمد لله المغرب كله معروف بالكرم ولكن حنا الناس اسفي راهم ما نكذبش عليك غنشكرهم وهما شاكرينهم وجاهم ناس دراوش وناس عاديين وطبيعيين وعاديين تحيه لاسفي وتحيه للمغرب كله من العالم العالم ومن طنجه للقويره وطالعه نازله بحال بحال والحمد لله الله يخلينا في صباغتنا تنقدم لكم السيد اللي سيري صبغ السلام عليكم عليكم السلام كدير لاباس عليك الحمد لله واش تدير دابا
كندير القطران هاد الغرار الموديل الجديد الفلوغ ديال الورد وبنفس الوقت كيتستعمل القطران دير فيه القطران القطران الداخل الله يعطيك احمر الله يعطيك الصحة الله يبارك فيك وآسفي راه معروف احكي لهم على آسفي قول لي آسفي باش معروف معروف عندك الخزاف والبحر الحوت الحوت جوج اللي كاين في آسفي المشروع اللي كاين ما كاين لا وزينات لا والو الحوت والفخار التقليدية والسرديل والسردين والسرديل شو انا راه شويه دارت هما هذه راه اللي تيهضر بها السيد انا شويه هضرتي شويه تبدلات داك الشيء واحد شويه اما السيد راه تيهضر باللهجه العبديه الاصليه وحنا وانا راني تنقول لكم عبديه حريه والحمد لله والله يرزق الصحه والسلامه والحمد لله تبارك الله عليك سيدي تبارك الله عليك مرحبا بكم في مدينتي في آسفي مرحبا بكم في مدينتي في آسفي وانا مأكدة من المشاهدين ديالي عايجوا لمدينتي الآسفي ويتبرعوا لي في الخزاف وفي الصناعة التقليدية راكم تكتبوها في اليوتيوب او تكتبوها في الفيسبوك هيطلع لكم كل شيء تبارك الله داك الشيء شكرا لك خويا الله يحفظك الله يعاونك خويا شكرا الله يحفظك الله يحفظك شكرا خويا شكرا ها انتم هنايا آسفي راه معروف رابعه اني سيرا ناخذ شويه داك خديت واحد الرابعه ديال الكاوكاو اللي نديرو بالسكر وآسفي راه اللي جا ليه وما ياخذش هاد الكاوكاو اللي اش يسموه هذا كاوكاو معسل انا قلت لكم بالسكر راه بمعسل اخوتي اسمح لي اختي الله يحفظك وانتم الكاوكاو الغزال هذا هو اللي تتوصيني عليه هذا الرومي وهذا الكاوكاو البلدي كاوكاو انتم على ملاش تقولوا حنا في آسفي تنقولوا كاوكاو انتم تتقولوا شي سميه اخرى يمكن ماشي مشكل وهذا الحمص وهذا اللي بقشورو وهذا خوتي انتم تشوفوا هذا ثاني هذه الشريحه لا الخوخ هذا الخوخ ها لا زيد من كاوكاو هذا هذا زيدني من هذا عكتر منه ذاك شويه يدير لي من الكاوكاو البلدي تا هو ثمنه كاوكاو وتصاوب معنا شوي بارك الله فيك الله يحفظه وراه ما يمكن تجي لباب الشعب وما تاخذش هاد المملحات ياك يسموها المملحات ما يمكنش ما تشربش بابوش ثاني مرت خويا هي وبنتها راه سيري تشرب بابوش ايوا الحمد لله يلا اخوتي انا معاكم يلا خوتي هذه راه كما قلت لكم هذه هي الشبكه ديال البحر اللي معروفه عندنا حنا في البحر تيصيدوا بها الحوت وفي الاخر ملي تتخسر شي شبكه ولا شي حاجه يعني ملي تتخسر الشبكه ديال البحر ديال الصيد تيجيبوها يبيعوها نشروها نشوبها بحق الحمام نغسلوا بها الماعن والحمد لله تيترزقوا منها الله وانتم الفخار ومازال عنبين لكم الفخار باقي شلات تبارك الله هذه باب الشعبه يلا خوتي آسفي باش معروف شوفوا الكعك راه تيتباع مع الفخار آسفي معروف بالفخار ديالو والصناعه التقليديه الاصليه ديال آسفي هي هذه هي هذه هذه هي المعروفه في المغرب في آسفي الصناعه التقليديه هي هذه اللي معروفه في آسفي هذه هي الزواقة التقليدية الأولى الأصلية هاهي فينا هي راه باقي شلا غير الناس دابا سادين هاهي فينا يا خوتي
وهانتم اخوتي بعد ما جينا من اسفي راه ما صورناش لكم اللي كنا اخوتي جايين. جينا مرت خويا تبارك الله ما تغديناش تما، كنا نتغداو تما ما بقاش لنا الوقت، مشينا عند خوتها تبارك الله ضيفتنا راه شل حوايج ما صورناهمش معاكم. وهانتم دابا مرت خويا مسكينه جات الحادقه لقينا شلا ناس تبارك الله دخلوا وخرجوا حطيتها. ودابا هانتوما دارت مسكينه الشلايط الله يكثر خيرها، هذا عشانه عشانه هذا عشانه، وهذه التقليه ديال الحد، هذه التقليه ديال الحد. خيركم في داركم اخوتي الله يحفظكم. هذه راه اخويا مشى للحد جاب اللحم وجاب التقليه وجاب التقليه، كنا غنديروا عليها الكسكسو ولا نديروا على باداز ساعه ما ساهلش الله درناها اليوم العشانه. دابا راه واخا داز الوقت ناضت مرت خويا قالت لي لا نديروا العشاء، قلت لها انا نطيبوا على البيض وما طيشه وشي حاجه قالت لك لا نديروا العشاء. الحادقه تبارك الله تستاهل كل خير الله يجازيها بالخير. وانتم اخوتي حنايا خيركم في داركم تبارك الله علينا وعليكم والله يحفظكم. وحنا دابا غنمشيو نتعشاو حنا الخوت والعائله، وانتم الخبازات تبارك الله جينا الخبز معنا طيب من المدينه ها هو تبارك الله. حنا حاطين عارف هاد الشبكه قداش هي سوكينه، قولي شي كلمه حبابي كان زهر تستاهلي كل الخير. مرحبا بيك، مع بغيتي تجي للمغرب تاكل خضيره زوينه مقيه الله يلا هذه هي مرت خويا مرت خويا مقيه وزينه وزينه وفيها البنه الحمد لله. مرت خويا مرحبا بيك بارك الله فيك بارك الله فيك. ودابا خوتي عندنا نتعشاو حنا العائله، راه كاينه حتى الجده جات عندنا هنايا، كاين اختي كاينين وليداتها كاين خويا كاينين خوتي كاينين موالين الدار. خيركم في داركم تبارك الله عليكم واني معاكم. وانتم اخوتي كما بينت لكم العشاء، حنا عندنا درنا العشاء دارت تبارك الله مرت خويا مسكين، وراها انتم راه العائله كاينه مضايره، راه كاينه بنت اختي خديجه وبنياتها ومرت خويا وليداتها وخوتي الجدايه مسكينه كاين شلا ما كاين والحمد لله. وحنا درنا شويه العشاء هنا ودرنا تبارك الله الشلايط وداك الشيء، وخيركم في داركم والله يحفظكم. وانتم هذا تشوفوا فيا راه عيانه راه ملي مشينا لاسيا وحنا جري 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 الحمد لله قضينا الغرض اللي مشينا عليه. شكرا لكم وتبارك الله عليكم، معكم اخواتات في الغربه معكم نزهه من اقليم اسافي العبديه، تحيه لكم من العالم العالم ومن طنجه القويره. شكرا لكم على الكومنتيرات وشكرا لكم على الدعم ديالكم، ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا. وبالسلام عليكم خوتي، نضرب لكم موعد في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم.